تحت عنوان لنصبح مجتمعا عالميا، عقدت مدارس الجالية الدولية بعمان بالتعاون مع جمعية الكاريتاس الأردنية مؤتمرها السنوي الثاني بمشاركة عدد من المدارس والمؤسسات والمنظمات الدولية التي تهتم بخدمة المجتمع. وتضمن المؤتمر إقامة عدة جلسات حوارية حول القضاء على شلل الأطفال في العالم وزيادة الوعي حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمحافظة على الحياة في العالم على كافة المستويات لجعله مجتمعاً واحداً ومتكاملاً، وأن بإمكان كل فرد أن يقوم بتطبيق هذه الأهداف في الحياة اليومية للمحافظة على الحياة ورفع مستواها، ليس للإنسان فحسب بل في العالم أجمع. نشكركم لمشاركتكم لنا بالمؤتمر الثاني لخدمة المجتمع اللي احنا كل سنة بنعمله بالمدرسة. السنة اخترنا موضوع الأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى تكون هي الموضوع الرئيسي للمؤتمر عندنا. مؤتمرنا بضم طبعا مؤسسات كلها بتشتغل مع بالعمل التطوعي والخدمة المجتمع بالإضافة للمدارس اللي بتهتم بهذه الأمور. لقاءنا بلش بالحديث عن شلل الأطفال اللي هو كان وباء عالمي يهدد أغلب أطفال العالم، والحمد لله هلأ الشغل ماشي إنه نقضي عليه تماما. الموضوع الثاني اللي رح نحكي فيه اللي هو كمان كيف تحسين نوعية التعليم وشو المشروع اللي عملوه طلابنا حتى يقدروا إنه هن يحسنوا نوعية التعليم في مناطق بسيطة نائية وبعيدة، وكيف مقدرين يساعدوا الأطفال اللي فيها. طبعا المشروع كان برعاية ومساندة كاريتاس.